لا رأي سعد. شو؟ أنا بلقي فايف يعني أكيد. فايف؟ طيب بلش نعرف شو جرب نعرفه. طيب إيه مزبوط فايف يلا. فايف. شو؟ سيارة. ريس. سنين. ضحكة. سيارة. جمهور. اوكي. مثل الجمهور معنا الليلة. هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفش هدف وهالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفش هدف شي يحكوا عن ورشة تصليح ما عرف يلا نور نقي نور طيب. ما في احمر يا ثلاثة يا واحد اوكي شو ثلاثة اوكي عم يمشي هايكينج عم يمشي وعم يفكر باراشوتينج فيكون عم بيفكر مثلا ماشي وعم يفكر ينتحر نحن عم نفكر ننتحر لانه ليكوا العالمين لا ما بدها هلا هلا بيهم خلص قلبيهم ما هي قلبيهم ليكوا شو قوي جدا بس بعد الحلقة فكر فيه يمكن تقدر انه تلاقي حالك فيه فكر فيه جرب شوف السوء اخر رقم لكم واحد يا بتعرفوا كل الغنية يا بتغنوا واحد شو؟ بدك تفتح واحد؟ انت عارف؟ شو؟ عرفت شو الغنية انت؟ انا عرفت الغنية بس مش حافظها صراحة لا ما هن يعني اذا بيفتحوا لنا واحد بالاول ها؟ يعني اذا بيفتحوا لنا رقم واحد بنكون كثير ممنونين انا عرفت شو اسمها الغنية بس ما حافظها هو اثنين ثلاثة بس إذا بتقول الفينال وما حافظها شو يعني؟ هي طلعنا خمس نقط أكثر شيء معبرة هي هوت أول ثلاثة مزبوط عرفت الغنية يعني إيه
شو بعمل اذا ما بغنيها؟ ناخذ نص علامة عادي، ما مشكلة. لا نحن بناخذ 5 علامات. غني هي نتعادل يعني، ما بتربح. مثل الغربة، مثل الغربة. بعطيها لايوان يحضروا هن ويربحوا. ايوه ايوان سعد حلو علي قطعوا لنا كم سعد. ايوان خزرها اصلا. ايوان بتعرف الغنية؟ حضرتها بس ما حجرب غنيها. اذا ما حفظتها، اذا ما حد غنيتها منيح ترجع لنا لنا. ايه انا بوقتها. لا خلص خلص. حجرب اذا ما عرفت ياخذوها هن يرجعوا. يلا. اذا عرفت. وقفتني اوتوستوب طلعت وقعدت حدي، وقفتني اوتوستوب طلعت وقعدت حدي، كل ما برمنا لف الطب يوقع خدنا عخدي، كل ما برمنا لف الطب يوقع خدنا عخدي، كل ما برمنا لف الطب يوقع خدنا عخدي. وقفتني اوتوستوب طلعت وقعدت حدي، وقفتني اوتوستوب برمنا لف الطب يوقع خدا خدي، وبرمنا لف الطب يوقع خدا خدي، كل ما برمنا لف الطب يوقع خدا خدي. هيك بتنقص الغنية شيء، بتنقص فجأة. أنا هلأ بدي أقلكن أنه للأسف الشديد وصلنا لآخر آخر لعبة. بس طلعنا طلعنا رح ذكر بالعلامات أنه أنتوا هلأ 7-10 7-12، يعني إذا لو ربحتوا هيدي العلامة بدي أعتذر منكم. كتر خير. بس مع العلم مع العلم أنه هيدي العلامة تبع هيدي الغنية أخذتوها أنتوا، يعني صرتوا 8. أوكي. بس الحياة شو بدي أعمل. أنا بدي أتشكركم لأنكم كنتوا معنا لليلة. بدي أتشكر أول شيء الجمهور اللي كان معنا ولع الحلقة الليلة. بدي أقول ميرسي لإيوان، ميرسي لارا، لنور، سعد ولارا. ما عم بقلكم باي لانه بعد في شغله صغيره بايدي لازم اقريها، هي القصه اللي انا بدي اخبركم اياها وعليها بنختم حلقتنا مشاهدينا، وبنشوفكم جمعه الجاي. بس لحظه انطروا تشوفوا شو هي الخبريه اللي بدي اخبركم اياها. كان لها فتره بدق له وما بيرد، بتسال حالها 100 سؤال عن السبب، مع انه انا محلها وقت بقى دقيت له بحياتي، ما كانت تعرف. راحت تسهر مع اصحابها لتغير جو، طلع بوجهه قاعد وحده مرة وحاطين محابس، واطي طلع مجوز. مش عارفة هي انه مجوز، قررت تنتقم منه. الغنية بالعربي لانه شايفكم عم تحضروني مش عم تحضروني. فايتين عايشينه يعني. قررت تحرجه، واول ما بلش الكاراوكي اخذت الميكرو وقفت قدامه تتغني له وتقول له انه عرفتوا شيء ولا لا؟ لا. انه هو حبيبه وهو اللي مسهر عيونه. يا مسهر عيوني حبيبي عيني. يلا بس غني. حبيبي عيني. بعد مره. حبيبي عيني. يا عيني يا ليلي. يا مسهر عيني. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة.